بعد بسم الله الرحمن الرحيم. السبب هو ان هذه المره الثانيه اللي زرت فيها اسبيطار، وكانت المره الاولى هي العمليه الجراحيه اللي قمت بها على مستوى الكوع، واللي كانت عمليه ناجحه. اشكر الطاقم الطبي اللي قام بالعمليه هذه. والسبب الرئيسي لان اسبيطار توفر على امكانات هائله بالنسبه للمراكز اللي شفتها في حياتي الرياضيه، وهذا اللي خلاتني نعاود نجي للاسبيطار. والدعم تاع اسبيطار دائما مع المنتخب الوطني الجزائري، دائما يشجعونا باش نقوموا بنتائج ايجابيه، خاصه من الجانب العملي. كان طاقم معنا طبي اللي جا معنا من وتابع الاسبيطار، اللي كان يقوم بعمل في المستوى، وكان ذلك بنسبة كبيرة نجاح المنتخب الوطني في كأس العالم وفي التحضيرات تاعو لكأس العالم، هي اللي خلاتنا نديروا نتائج إيجابية بفضل الطاقم الطبي. رغم أني في عمر 31 سنة، الاستفادة اللي حصلت عليها من أسبيطار هي التنظيم الغذائي بالنسبة للرياضي. خاصة ننصح الحراس المرمى أن يقوموا بتنظيم غذائي بالنسبة للأسبوع أو يومي، بالإضافة إلى النوم، بالإضافة إلى العمل والمثابرة اللي خلتني هذه الفترة تاعي اللي قضيتها في أسبيطار، اللي عرفت أمور أني كنت بعيد عليها في السابق. التنظيم بالنسبة لدولة قطر بالنسبة للبطولات الرياضية المختلفة، أن التنظيم في المستوى، خاصة الإمكانيات اللي راهي توفرها البطولات، خاصة البطولة العالمية اللي راح تنظمها قطر راح تكون في مستوى كبير. خاصة مثلا الإمكانيات اللي راهي توفر عليها أسبيطار هو أحسن مثال بالنسبة لدولة قطر.